هذا الشوط. شكرا سالم خليفة، ونحن الآن هنا نشارك الشباب ونستمر ونعلق على شوط القعدان. بنتذكر أيام الشبابي وأيام هداد وأيام السبق من هذه النوعية. المقدمة في مقدمة هذا الشوط كم رقم هذا اللي أمامنا اللي في المركز الأول مشاهدينا الكرام، الخليج سالم بن محمد بن دعيفس الشامسي محتل مقدمة شوط، بينما المركز الثاني هناك شاهين لمحمد بن علي بن محمد بن مبارك المنصوري، والمركز الثالث اللي يأتي فيه لماح لعبد الله بن خليفة بن مايد المسافري في المركز الثالث، غير خذ المركز الثاني. المركز الرابع أصبح من نصيب مستحيل عبد الله بن سعيد بن حضيرم الاجتبي، وخامس المراكز شاهين المبارك بن عبد الله بن حرزي الشامسي. وفي المركز السادس ما دام أبو حمد طلب منا نعلق على هذا الشوط فنحن حاضرون. يا أبو حمد الله يعافيك، بنشوف كيلومترين قطعناها باجي 4 كيلومترات. المركز السادس اللي هو مشار لسيف بن ثعيلب الحاي المزروعي، وسابع المراكز يأتي دور مبلش لسالم بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثامن اللي هو السوان مسري بن سالم بن عرطي الحميري. وفي المركز التاسع تاسع المراكز ونرى ملبي لعلي بن شطيف بن عبد الله الهاشمي ضيف هذا من سلطنة عمان الشقيقة، أهلا بضيوفنا الكرام. بينما المركز العاشر نرى هملول لسالم بن جاسم بن خليفة المسافري. هذه نتيجتنا وهذا نداءنا الأول لهذا الشوط الخاص بالقعدان الإذاع المحليات الأصايل لأخواني وأحبائي أبناء القبائل عشاق رياضة الآباء والأجداد وهذا النشاط وهذه الأصالة. نعود إلى مقدمة شوط حيث الكادر الفوقاني أمامنا يحتضن على الهواء مباشرة حامل رقم 20 الخليج للسيد سالم بن محمد بن دعيفس الشامسي المسيطر على مقدمة الشوط. والخليج باسم الخليج، يا سلام، الله يأمن الخليج، الله يأمن الخليج ويبارك له في أمانه وفي استقراره إن شاء الله. نعود إلى استكمال النداء، وحيث المركز الثاني نرى ملبي لعبد الله بن شطيف بن عبد الله لماح اللي هو لعبد الله بن خليفة بن ماجد المسافري. اللي في المركز الثاني هو الآن المتابع واللي حاط عينه على المقدمة على الخليج 3 كيلومترات باجي أمامنا نصف المسافة. المركز الثالث اللي هو شاهين المبارك بن عبد الله بن حرزي الشامسي. المركز الرابع بشار لسيف بن ثعيلب بن حاي المزروعي. وفي خامس المراكز مستحيل لعبد الله بن سعيد بن حضيرم الاجتبي. المركز السادس السوان سري بن سالم بن عرطي الحميري مع الخبير أبو حمد القادم بقوة. بينما المركز السابع شاهين لمحمد بن علي بن محمد بن مبارك المنصوري. والمركز الثامن اللي هو مبلش لسالم بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز التاسع اللي هو الوسمي سالم بن مبارك بن عيد المنصوري. وعاشر المراكز إن كان هو العاشر، ما أدري أنا غلطت في الأسماء والمراكز. المركز العاشر ملبي عبد الله بن شطيف بن عبد الله الهاشمي من سلطنة عمان الشقيقة. بناخذ لنا واحد احتياط اللي هو هملول لسالم بن جاسم بن خليفة المسافري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام ثانيا وإذاعتنا للمراكز الأولى، ولا زال مسيطرا الخليج بموانئه وشواطئه وأدغاله ومدنه. يا سلام الخليج وصحاريه، الخليج المسيطر على مقدمة شوط على أرضية ميدان المرموم. مشاهدين الأعزاء، وانطلاق كيلومترين على خط النهاية، الخليج سيد الموقف لسالم بن محمد بن دعيفس الشامسي. بينما المركز الثاني يتحرك لماح لعبد الله بن خليفة بن ماجد المسافري وبدأ بالتحرك. بينما المركز الثالث اللي وصل فيه شاهين لمبارك بن عبد الله بن حرزي الشامسي 1800 متر.
المركز الرابع دخول بشار لسيف بن ثعلب بالحاي المزروعي، والمركز الخامس مشاهدين الكرام الوسمي سالم بن مبارك بن عيد المنصوري، المركز السادس وصل هملول لسالم بن جاسم بن خليفة المسافري، المركز السابع عند مسرب أظن المركز السابع عند أبو حمد السوان المسري بن سالم بالعرط الحميري، المركز السابع. المركز الثامن وصل مشاهدين الكرام المركز الثامن ملبي لعبد الله بن شطيف بن عبد الله الهاشمي ضيفنا القادم من سلطنة عمان الشقيقة، يليه قعود بن رشيد سالم بن سلطان بن رشيد سويدي مبلش، ودخول ودني يا ابو محمد ودني خلاص اللي ذعته اول مره اذيع مزاحم سالم بن سعيد بن علي المسافري، ديروا بالكم عليه مزاحم بدا يدخل الزحام، هذه نتيجتنا. هناك ايضا عناد في المركز العاشر سعيد بن راشد بن سيف الشعالي، ولكن نعود الى المقدمه والى الخليج، من المحيط الى الخليج. يا سلام رقص خليجي مميز يا الخليج، يا الله خليجنا واحد وشعبنا واحد، يعيش يا سلام، يعيش الخليج لسالم بن محمد بن دعيفس الشامسي اللي منطلق يقود المحليات الأصايل. عاد هذا وين أوديه ابو حمد هزرك، هل شاهين هل هملول هل صوغان هل هذا هذاك، الكل ممتاز، الكل سلالة الخليج المضبوطة، المحليات هجن الدار، هجن عاشت في هنا في هذه الأماكن ليحافظ عليها الجميع. الله انطلق الخليج، خلاص يا الخليج خلاص، وين نسلم يا شباب؟ إلى زاخر السلام والتحية، مدينة العين، مدينة الخضرة والجمال، مدينة الخضرة والجمال، مع الخليج لسالم بن محمد بن دعيفس الشامسي. يا سلام، تهانينا يا أبو غنيم، تهانينا على هذا الناموس الانفراد الكبير. خلنا أبو عدنان يشوف الفارق، يلا أبو عدنان وين؟ شوفوا الخليج المنفرد المميز المنطلق المندفع، تهانينا، وهذه لحظات اقترابه من منصة الميدان، منصة تحفة ميادين السباق الشهيرة، والهدف الرئيسي في هذه الرياضة والوصول المبكر إليها وإلى خط نهايتها. تهانينا لسالم محمد بن دعيفس الشامسي المركز الثاني يصل فيه مزاحم سالم بن سعيد بن علي المسافري، المركز الثالث بشار سيف بن ثعلب الحاي المزروع، المركز الرابع اللي هو لماح عبد الله بن خليفه بن ماجد المسافري، والخامس باونت يا سلام احمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي. هذه نتيجتنا، وباونت يبدو ان عمله وين بريطانيا. على كل حال تهانينا للجميع، هناك أيضا خمسة مراكز أخرى من نصيبها الفوز، نتمنى لمن لم يحالفه الفوز. مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقة أن يوفق في انطلاقة أخرى، هذه لحظات إعادة وصول المراكز الثلاثة الأولى بداية في الخليج، قاطع الستة كيلومترات بفترة زمنية مقدارها 9:20، ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد، والله راح هذا اسمه شو اسمه عندنا الخليج، لسالم بن محمد بن دعيفس الشامسي، سلام يا العين سلام. المركز الثاني 9 دقائق أخرى حاضرة، والتوقيت يلا هاتوه، خبب مزاحم سالم بن علي سالم بن سعيد بن علي المسافري، والتهانينا والناموس هذا اللي فاز بالمركز الثالث، 9:29 أبو حمد وخمسة أجزاء من الثانية. يا سلام، المركز الثالث واللي فاز بالمركز الثالث، المركز الثالث قاطع 6 كيلومترات والواصل بالمركز الثالث اللي هو بشار، توقيته 9:31، 8 أجزاء من الثانية. هذا بشار سيف بن ثعلب الحاي المزروعي، تهانينا. والناموس هذا من ما شو أبو حمد؟ قادم من الغربية، أحد بقاع الإمارات المباركة إن شاء الله. مرحبا بالقادمين من الدار وأهلها، ومن ضيوفنا أبناء الخليج اللي شاركونا. والآن أنا بهدي التعليق على الخبير والطبيب الشعبي الزميل العزيز القدير فايز بن غفران اليابري.